يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما عمل انستول بقى للفيتشر تمام، لو جيت انا اقول له هايبر في، لقيت هنا هايبر في مانجر وهايبر في كونكشن، ده بيبقى عندي اصلا كوندوسي. سوري نعم، يعني ده بيبقى عندي اصلا كوندوسي. ده فيتشر اصلا نازل مع مين؟ مع ويندوز 8 تمام. شفتوا قلت لكم لو انا دلوقتي شباب معايا الله يكرمكم معايا، هو ده السوفت وير اللي انا عايزه اشتغل عليه. قبل ما ابدا بقى هايبر في، فاكرين لما قلت لكم ان انا في الاول كان لازم اعمل ان انستول اصلا للفي ام وير؟ ما انا هقول لك دلوقتي، لو انا ما كنت يا ابني اسمع، لو انا دلوقتي ما كنتش عملت ان انستول اصلا لبرنامج الفي ام وير كان هيسطب لي بس الهايبر في فيرتشوال ماشين كونكشن. ده ايه؟ ده كل اللي فيها وسيله كده او كونسول بيساعدني ان انا اكونكت على مكان على جهاز تاني على سيرفر تاني. بصوا شكله عامل ازاي، بيساعدني ان انا اكونكت على مين، احط له هنا الاي بي بتاع السيرفر اللي انا اللي متسطب عليه الهايبر في. انا دلوقتي مش زي الريموت ديسكتوب تمام، لا انا دلوقتي دخلت على مين، على الهايبر في مانجر. دخلت على ايه؟ الهايبر في مانجر. المفروض دلوقتي بقى ان انا هكريت مكان. اكريت مكان ازاي؟ اسم الجهاز بتاعي على الار بي سي، هكليك هنا يمين واقول له نيو فيرتشوال ماشين. بس قبل اصلا ما كريت الفيرتشوال ماشين، فاكرين الفي ام وير لما كان بيكريت عندي كروت تخيليه، وشبهت لكم الكروت التخيليه دي ان هي ايه؟ تو سويتشز صح. هنا بقى الهايبر في باي ديفولت ما بيرميليش سويتش تخيلي او كارت تخيلي، انا اللي بايدي لازم ان انا اكريت السويتش التخيلي ده في الاول تمام. ما انا محتاجه يكون عندي كارت اصلا تخيلي علشان في النهايه اربط المكنه اللي جوه الهايبر في بجهازي الحقيقي مثلا، او اربط المكن الهايبر في ببعضه عن طريق برضو سويتش تمام. فلازم اجي هنا في الاول واقول له فيرتشوال سويتش مانجر تمام. قال لي انت عايزه تكريتي كرييت فيرتشوال سويتش؟ اه يا عم لو سمحت كرييت لي فيرتشوال سويتش. اسمه ايه؟ سموه الاسم اللي انتوا عايزين، سي مثلا هسميه سويتش 1، وممكن تكتبوا له هنا اي نوت. طب انت عايزه يكون نوع ايه؟ اكسترنال ولا انترنال ولا برايفت؟ ايه الفرق ما بينهم؟ اكسترنال ده معناه ان الكارت بتاع المكنه بتاعتي تمام بتاعت الهايبر في هتقدر توصل لكارت الشبكه الحقيقي بتاع جهازي بتاع اللاب بتاعي، وهتقدر كمان توصل للكروت اللي حواليا للاجهزه اللي حواليا. يعني مقابل لمين في الفي ام وير؟ بريتشت صح. طيب انترنال، انترنال معناه ان الكروت بتاعه المكن التخيلي هيقدر يوصل للكارت الشبكه الحقيقي بتاع اللاب بتاعي بس، ما يوصلش بعد كده للكروت اللي حواليا تمام. ان برايفت يعني بيتهيألي من اسمه المكن التخيلي هيشوف بعضه، ملوش اي علاقه نهائي بكارت الشبكه الحقيقي بتاعي تمام. يبقى تاني ايه الفرق؟ اكسترنال هيشوف جهازي اللاب بتاعي وكمان الكروت اللي حواليا الاجهزه اللي حواليا. انترنال كبير ويشوف كارت الشبكه بتاع اللاب بتاعي. برايفت المكن يشوف بعضي. طب انا هختاره اكسترنال. قال لي طب بالنسبه للاكسترنال اربطه بانهي كارت شبكه؟ هو عمل ديتكت دلوقتي ان اللاب بتاعي عليه كارتين، كارت الريل تك اللي هو كارت الايثرنت، والكارت التاني اللي هو الوايرلس. انا هربطه دلوقتي بالايثرنت. ايه خليت مالك؟ لا وضحت؟ الكارت التاني ده جه منين بس؟ الريل تك لا هو كارت الواي فاي. الواي فاي تمام؟ وبعد كده هقول له هنا ايه؟ اوكي. بيقول لي بس خدي بالك من حاجه، مجرد ما انت هتقولي يس كارت الشبكه اصلا ده احتمال يديسكونكت. ماشي يا عم يس على ما يكريته، عشان كده فصل عليكم صح. هرفرش بس كده، بس هو لسه بيكريته. وبالتاني لوز تمام. اعمل لكم ريفرش اهو ثواني. اوكي زي ما اتفقنا هو بس عمل ايه؟ ديسكونكت الكارت الشبكه الحقيقي بتاعي لغايه ما يتكريت ويوصل تاني. لقيته ظهر عندي هنا اسمه سويتش 1 تبع في ام وير. لغايه دلوقتي حد تاني مني في حاجه؟ تاني اهو عملت ايه؟ فيرتشوال سويتش تمام. هو ده الكارت اللي انا كريته وربطه بمين؟
بكارت الشبكه بتاعي اللي هو الريلتك تمام. وطبعا حط له ماك ادرس، حط له ايه ماك ادرس تمام. عايزه دلوقتي بقى كريت مكنه اعمل ايه، كليك يمين اتفقنا اني هقول له نيو فيرتشوال ماشين نيكست. طب اسم المكنه بتاعتك هيبقى ايه؟ سي مثلا هسميها ديمو تمام. اسيف لك المكنه دي فين؟ باي ديفولت بيسيفها تحت السي، تحت بروجرام داتا، تحت مايكروسوفت، تحت ويندوز، تحت هايبر في. لو انت حبيت ان انت تغير الكلام ده كليك هنا وقول له براوز وحط المكنه بتاعتك في المكان اللي انت عايزه تمام. طبعا مش ريكومندد يا باهي ان انا اسيبها تحت السي، ده كان سؤالك وجهاز تعبي رست تمام. مش ريكومندد ان انا اسيبها تحت مين؟ السي، لان ساعتها لو الاوبريتنج سيستم بتاعي وقع بتاع الهوست ايه اللي هيحصل؟ المكنه دي كده خلاص ضاعت. فريكومندد ان انت تنقلها في اي بارتيشن تاني تمام. انا في حالتي مش فارقه لاني كده كده مجرد ما اخلص شرح الهايبر في هعمل له اصلا ان انستول وارجع تاني الفي ام وير عشان المطلوب مني ان انا اشرحه لكم. بس ده توبيك عليكم اساسا، ده في امتحان دولي اساسا في المايكروسوفت لوحدك في الهايبر في تمام. طيب بصوا في حاجه كمان، كمان شويه باذن الله في اخر التوبيك ده يعني هوريكم لو انا حبيت ان انا اغير المسار الديفولت ده بحيث ان وانا بكريت مكنه بدل ما بايدي كل مره ابراوز هنا، لا ده اصلا هلاقيه بيشاور على المسار اللي انا هغيره الديفولت، يعني هغير الديفولت بتاعه تمام. نيكست، انت عايزه تشتغلي جينيريشن 1 ولا جينيريشن 2؟ يفرق في ايه؟ الجينيريشن 1 ده اللي كان بيشتغل ايام ويندوز سيرفر 2008 ولسه شغال معانا في 2012، انما جينيريشن 2 ده بيشتغل على ايه؟ على ويندوز سيرفر 2012 وعلى الويندوز 8 سواء 8 او 8.1 تمام. بمعنى ان انت دلوقتي المكنه دي لو ناوي تاخدها بعد كده وتشغلها على ويندوز سيرفر 2008 خليها جينيريشن 1، لان جينيريشن 2 مين اللي يفهمه؟ ويندوز سيرفر 2012 ويندوز 8 بس تمام. هما يفرقوا عن بعض جدا فوق ما تتخيل. اولا جينيريشن 1 كبيري في الهارد بيكريت اصلا الهارد نوعه في اتش دي، انما جينيريشن 2 بيكريت الهارد امتداده في اتش دي اكس. حد فاكر الفرق ما بينهم؟ ايوه الفي اتش، لا لا الفي اتش دي، لا مش ده مش ده مش الريزيليانت مش الريزيليانت. الفي اتش دي كان كبيره في الحجم 2 تيرا الهارد، الفي اتش دي اكس كبيره في الحجم 64 تيرا 64 ايه تيرا تمام. ده سبب او ده فرق تاني. قال لك اصلا في جينيريشن 2 ينفع كمان ان انا اعمل اكستند للهارد حتى والمكنه راننج، المكنه شغاله والهارد بتاعها محتاجه ان انا اعمل له اكستند اكبر المساحه، هعمل له اكستند والمكنه اوريدي شغاله. تخيل مثلا يا باهي ان انت مقوم عليها سيرفر والسيرفر ده اكتف دايركتوري ولا حاجه ما ينفعش ان انت اصلا، او اكستشينج تمام، والاكستشينج ما ينفعش ترسته، الناس بتبعت لبعض ايميلات وكده تمام، ما ينفعش ترسته، والهارد خلاص اتقفل عندك، تعمل ايه؟ محتاج ان انت تعمل له اكستند. تعمل له اكستند ازاي والمكنه راننج؟ يبقى ساعتها لازم يكون جينيريشن 2. امال جينيريشن 1؟ لا ده انت لازم تقفل المكنه اساسا تمام. يبقى تاني الفرق الجوهري فعلا ما بين جينيريشن 1 وجينيريشن 2 ايه؟ ان جينيريشن 2 ينفع تعمل اكستند للهارد والاكستند للهارد بتاعك حتى والمكنه قايمه شغاله تمام. وفي حاجه كمان، جينيريشن 2 ما ينزلش الا على 64 بت، ما بينزلش الا على ويندوز سيرفر 2012 او ويندوز 8 بس ايه ال 64 بت. ايوه في الهارد يعني انا راكب لا اكستند لنفس الهارد، يعني انت دلوقتي وصلت عليه هارد وقسمته سي، تعمل اكستند للهارد ده، ده طبيعي هتاخد مساحه منين؟ من هاردك انت الحقيقي. ايوه صح. فانا هختاره جينيريشن 2 تمام. وبيقول لي بس ملحوظه هنا في الاخر، خدي بالك لو انت كريتي جينيريشن 1 او جينيريشن 2 الاوبشن ده بعد كده ما ينفعش يتعدل، هيفضل كده على طول تمام. نيكست، حجم الميموري عايزاه يبقى قد ايه؟ هايبر في ابتداء من ويندوز سيرفر 2012 بقى فيه ميزه قويه جدا ان الميموري بتاعته بقت دايناميك. الميموري ايه؟ دايناميك، يعني زي مثلا انا هديله 2048 2 جيجا عشان بس ينجز معايا شويه في الانستليشن تمام. دايناميك يعني ايه؟ يعني المكنه دي ممكن الرامات بتاعتها تبقى قليله، والله لو احتاج رامات يسحب رامات من جهازي،
مش محتاج رامات يسيب لي رامات. على عكس الهايبر، على عكس سوري الهايبر في ايام 2008 او على عكس الفي ام وير، الفي ام وير بيعمل ايه يا باشا؟ اخدت رامات هتفضل بتاعه المكنه طول ما المكنه رانينج. لا ليك ليميت برضه، هوريك الليميت من جوه دلوقتي من السيتنجز، ليك ليميت تمام. لا مش هيشفطها ما تخافش تمام. انا برضه بقول له ايه، يوز دايناميك ميموري فور ذس فيرتشوال ماشين. الاوبشن ده تاني قلنا ابتداء من ويندوز سيرفر 2012 او في 8 ويندوز 8 تمام. فكرته تاني ان الميموري بتاعتك ممكن طول ما انت مش محتاج ميموري هيسيبها لللاب بتاعك، للهوست بتاعك، اول ما يحتاج الميموري هيسحبها من الهوست بتاعك تمام كده. نيكست. طب انا هربطه بمين؟ عشان كده انا تعمدت ان انا اكريت الاول فيرتشوال سويتش قبل ما اعمل المكنه تمام. لان لو ما كنتش عملت فيرتشوال سويتش مش هيبقى كونكتد بحد، وبالتالي كبيري هتعمل مع المكنه انترنال بس بينها وبين نفسها كده وخلاص، لا هربطها بمكنه تانية ولا هربطها باللاب بتاعي ولا باجهزتكم ولا باي حاجه تمام. نيكست. طب اسم الهارد بتاعك ديمو في اتش دي اكس، اخدتوا بالكم من الابتدات ليه في اتش دي اكس؟ لان اخترت جنريشن 2 تمام. طيب اللوكيشن بتاع الهارد ايه ده؟ مش انا كنت اخترت لوكيشن للمكنه؟ ملحوظه بقى، الفي ام وير لما كنت بدلت المكنه كان ايه اللي بيحصل؟ المكنه بالكامل بتدلت. هنا كمان شويه لما اجي ادلت المكنه هلاقي ان الهارد مش هيتدلت، المكنه هتدلت الفولدرات بتاعتها كلها ما عدا ايه؟ الهارد. ليه؟ ليه؟ افرض ان الهارد عليه داتا مهمه صح، انت ساعتها بقى ممكن تعمل مكنه جديده وتبراوز على الهارد ده تجيب الداتا اللي عليه. ده انت كمان ممكن ان انت تعمل اتاتش للفي اتش دي اكس ده على اللاب بتاعك الحقيقي. هفكركم بيها تاني تمام. فاكرين لما كنا جينا على الشاشه دي الديسك مانجمنت دوت ام اس، او بلاش من هنا، بلاش من هنا علشان بس اقصر الكونسول بالكامل، كليك يمين مانج بدل ما اقعد اقول له فيو بقى واجيب سرعه لنفسي تمام. ديسك مانجمنت كليك يمين، فاكرين كرييت في اتش دي لما كنت بكريت هارد؟ تخيلي فاكرين اتاتش في اتش دي؟ اتاتش يعني ايه؟ هات لي هارد في اتش دي منين؟ بتاع مكنة هايبر في، مش مكنة الهايبر في الهارد بتاعها امتدادها امتداده في اتش دي او في اتش دي اكس تمام. هاجي هنا اقول له ايه؟ اتاتش في اتش دي تمام، وابراوز على الهارد بتاع الهايبر في. بس في حاجه لازم ساعتها تكون المكنه اوف، تكون قافل المكنه، لازم تكون عامل ايه؟ اوف للمكنه عشان تقدر تبراوز عليها. هوريها لكم باذن الله، هرجع لكم عليها تاني ان شاء الله تمام. ده انت ممكن لو انت عندك هارد هنا دلوقتي ممكن تكليك عليه من وتقول له اوف لاين. طبعا انا مش قادر اعمل كده لان ده الهارد اللي على السيستم بتاعي. لو كان عندي هارد تاني كمان مثلا على اللاب بتاعي كان ممكن ان انا اجي كليك يمين عليه واقول له ايه؟ اوف لاين، وساعتها اقدر ان انا اضيفه جوه مكنه الهايبر في يتعامل معايا. يبقى انا كده بنقل هارد ما بين اللاب بتاعي وما بين مكنه الهايبر في تمام. كل دي اوبشنز يا باهي مش موجوده في الهايبر في الفي ام وير تمام. فهاجي تاني كده على المكنه بتاعتي تمام. حجم الهارد قد ايه؟ 127 جيجا. خدوا بالكم اصلا انا البارتيشن بتاعي انا رميها على السي، السي عليه مساحه فاضيه قد ايه؟ 40 جيجا صح. طب وهنا بيقول لي مساحه الهارد تخيلي هيبقى 127 جيجا. ده ايه ده؟ عادي دايناميك، دايناميك هو كمان يبدا بمساحه الملف ده اللي هو الملف الفي اتش دي اكس ده هيبدا بمساحه ايه؟ اللي هي الانستليشن بتاع الويندوز، وبعد كده كل ما احط داتا عليه يكبر 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 لغايه ما يوصل لكام؟ والله لو كان عندي مساحه فاضيه على البارتيشن لغايه ما يوصل لل 127 تمام؟ ما عنديش مساحه لغايه ما البارتيشن بتاعي يتملي لغايه ما يقفل المساحه دي تمام؟ بص هنا بيقول لي ايه؟ يوز ان اكزيستنج فيرتشوال هارد ديسك. يعني ده انا كمان ممكن استخدم زي ما قلت لكم ملف في اتش دي اكس صح؟ بتاع مكنه الويندوز بتاعها واقع الهارد لسه موجود، هبراوز عليه هنا واقدر ان انا اتعامل معاه ساعتها تمام. بصوا بيقول لي براوزي على ايه؟ على ملف امتداده في اتش دي اكس.
ليه في اتش دي اكس تاني مش في اتش دي؟ عشان انا اخترت جنريشن 2. طب بص هنا بيقول لي ايه، اتاتش ا فيرتشوال هارد ديسك ليتر. ده انا كمان ممكن اضيف الهارد بعدين، لا انا محتاجه هارد دلوقتي عشان انزل عليه الويندوز. تمام نيكست. بيقول لي ايه رايك هننستول الاوبريتنج سيستم ليتر ولا اعمل له انستليشن دلوقتي وبراوز على ايزو، ولا اعمل لك انستليشن عن طريق النتورك. النتورك ده سيرفر هناخده باذن الله يعني كمان محاضرتين كده ان شاء الله، اسمه دبليو دي اس. هنبقى نشوف هتشوفه ما تقلقش، هناخده بالتفصيل باذن الله. تمام ريكومندد بقى ان انا اقول له انستول ان اوبريتنج سيستم ليتر. فاكرين الفي وير كنت اخترت نفس الاوبشن بس مع الفارق. في الفي وير كنت بقول له انستول ليتر لان كان في خطوات بياكلها في النص صح، فانا كنت عايزه اقصر كل الخطوات دي. لكن هنا بناء على تجربه كذا مره، لو انت جيت قلت تبراوز على ايزو ساعات المكنه بيحصل فيها تهنيس، فالافضل ان انت هنا تقول له ايه انستول ليتر، وبعد كده من جوه هبراوز دلوقتي كمان شويه على الايزو بتاعه. تمام نيكست سامري عن الموضوع بالظبط، وبعد كده فينيش بيكريت لي هنا المكنه. بعد ما كريت عندي المكنه تمام، هكليك عليه هنا واقول له سيتنجز. نتفرج شويه كده على السيتنجز بتاعتها. تمام لو جيت هنا على سبيل المثال على الهارد بتاعي على السكوزي على الهارد تمام، وبعد كده هاجي اقول له هنا ان انا عايزه اضيف سكوزي كنترولر. ولا منين؟ من هنا تقريبا او من هنا. هنا انا ممكن ان انا اضيف هارد او ممكن ان انا اضيف دي في دي. هقول له ايد عايزه اضيف دي في دي تمام، وهستخدم لها اي لوكيشن كده، والايمج بتاعتي هحطها على ايه. انا حاطه الايمج بتاعتي الايزوهية بتاعتي على سيس كمبيوتر تحت الدي اللي هي الايزو بتاعتي الانستليشن ويندوز 2012 مثلا يا خالد. لا ده دي حاجات وهميه انا عاملاها. تمام تحت سورسز تحت ويندوز سيرفر 2012 تمام، دي الايزوهية بتاعتي خلاص كده اوكي. انا كده عملت براوز على مين؟ على الايزو. اشغلها ازاي بقى؟ كليك يمين واقول له ستارت. هي كده ستارتت. عايزه ادخل على الكونسول بتاعها بقى اكونكت عليه، كليك يمين كونكت. ما انت خد بالك انت عملت لها ستارت، انا قلت له كونكت بعد كده عشان اشوف المنظر اللي قدامي ده. تمام بيكسي بيكس ليه عم هو كده ما حسش اصلا بال شوت داون يا عم، شوت داون بطل طبيعي تاني كده سيتنجز على الاتش دي الايزو هي اوكي، كليك يمين ستارت نكت بس يخلى عشان المفروض اصلا ان هو بيديني رساله في الاول بريس اني تي تو كونتينيو وبيكونكت على طول، مش عارفه ده ماله بقى. هو يعني اصلا الرساله بيكسي يعني معنى كده ان هو بيحاول يبوت من على كارت الشبكه. هناخدها اصلا ده قدام باذن الله على الماده الجايه باذن الله. هو ان احنا ننزل ويندوز على اكتر من جهاز ايه؟
عن طريق النتورك. اه يا ست هي النسخة ما بقتش بوتبل ولا ايه؟ ثانية واحدة ثانية واحدة شباب. سورس ويندوز سيرفر 2012. لا هي دي. بدأ يسطب اهو. بريس انيكيتو كونتينيو. ضغطت عليها بدأ يسطب. هيعمل معانا جرح في البيت ايه مش مشكله مش مهم هيعمل معانا كده في البيت. اه انا بقى عادي يعني تهيس المايكروسوفت كالعاده يعني محمد. تمام خطوات الانستليشن عادي. نيكست انستول تمام. على السريع كده لو انتوا عايزين تخلوه يملى الشاشه كلها قولوا له هنا ايه فيو فول سكرين مود. ثواني يا محمد فيو فول سكرين مود تمام. لا 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 ده في الفي ام وير. لا ما هو هنا بيقول اصلا طب رجعها تاني كده فيو ايه كنترول الت بريك زرار كده اسمه بريك على الكيبورد. انا عندي على الكيبورد هنا اهو ايوه تمام. هسطب هنا مثلا نسخه الداتا سنتر والجيو اي. احنا اتفقنا ان الفرق الوحيد ما بينهم ايه. ده بيديني 2 هايبر في. ده بيديني انليميتد نمبر اوف هايبر في. براحتكم عادي تمام. نيكست اكسبت لللايسنس. نيكست كاستم. ايوه بس خد بالك من حاجه مكانتين جوه اصلا الويندوز سيرفر جوه الويندوز سيرفر. طب بس اقول له نيكست تمام يبدا خطوات ما اجاوبك حاضر على سؤال. يبدا بس خطوات الاستيشن عشان هيطول شويه. هو النسخه الفيرتشوال صح؟ ايوه, معايا بهي؟ مكانتين جوه الويندوز. اه جوه ويندوز سيرفر. جوه ويندوز سيرفر بعد ما الويندوز سيرفر ينستول زي اللي انا بعمله ده. هتضيف يا بهي هتضيف اد رول. تدخل على اد رول هتلاقي رول اسمها هايبر في هتسطبها تمام. لو كان اصلا الويندوز سيرفر 2012 متسطب على اللاب بتاعي الحقيقي كان ساعتها الرول هتنستول وهيبقى عادي. انما نظرا لان هي جوه اصلا هايبرفيشن تمام فمعنى كده ان هو هيفيل مش هينفع. لا جست بس ان احنا عشان ديمو مش اكتر يعني تمام. بعد ما تسطب الرول لو كان على كاز الحقيقي بعد ما تسطب الرول هتلاقيها بقى من تولز هايبر في زي ما احنا بندخل على اي سيرفيس من تولز هايبر في. بعد ما تدخل من تولز هايبر في هتلاقي ايه اللي انا بعمله ده بقى. بس كل اللي فيها ان انا سطبت على ويندوز 8 إيه؟ انما جوه ال 2012 سطب على 2012 من قبل زي ده. هو ده هو اللي انا عملت ده. طريقه الانستليشن بس هي اللي متغيره تمام. على ما المكنه دي بقى تقوم على ما المكنه دي كده تقوم تعالوا نقوم مكنه كمان كده. راحت فين هايبر في. كليك يمين نيو فيرتشوال ماشين. نيكست واسميها مثلا ديمو 2. لا دي لا. مش جوه المكنه يا باهي دي جوه الهايبر في اللي بتسطب على اللاب بتاعي. ممكن بس بوظ ب نيكست. طب انت فهمت قصدي؟ يا لهوي والله فهمت قصدي. فهمت قصدك. هو الرجال هو الرجالك والله. حاضر تعالوا بس الاول كده تعالوا الاول بس كده انا هقومها المره دي جنريشن 1 هقومها جنريشن 1 عشان افرقكم بس على الفرق. هو انت عايز اثنين تيرا في ايه؟ شباب بيكريت لي بس مكنه دلوقتي. المكنه دي انا مش هعمل بيها حاجه ولا هقومها. انا بس عايزه افرقوا على الفرق ما بين السيتنجز بتاعت دي والسيتنجز بتاعت دي تمام. السيتنجز بتاعت دي كليك يمين سيتنجز شايفين شكلها عامل ازاي تمام. لو انا جيت بقى دلوقتي على المكنه اللي انا لسه عاملاها جنريشن 1 كليك يمين
سيتنجز هلاقي على سبيل المثال في هنا شويه اوبشن زياده ديسكت فلوبي كوم 1 وكوم 2 دول اللي هم بتوع السيريال حاجات قديمه حاجات قديمه قوي علشان كده ده برضو يعتبر من ضمن الفروق ما بين جينيريشن 1 وجينيريشن 2 جينيريشن 1 كان عليه مجموعه من الهاردوير القديمه قوي كوم اللي هو المقصود بيه السيريال فتحه السيريال لا سيريال تمام الديسكت اللي هو المقصود بيه الفلوبي تمام انما على جينيريشن 1 على جينيريشن 2 اسفه مش هلاقي شويه الاوبشنز المتخلفه دي تمام لغايه بقى ما المكنه بتاعتي تقوم لغايه ما تكمل تعالوا نتفرج شويه كده على السيتنجز تمام لا ده جينيريشن 2 مش فارقه مش فارقه تمام على سبيل المثال انا ممكن ان انا دلوقتي اضيف هاردوير جديد طب انا مش قادره اضيف هاردوير جديد ليه المكنه راننج بالظبط تمام طيب ايه تاني بس انا انترستد فيه هنا بصوا انا نسيت فعلا اعدل في ده هو ده اللي طول معايا الاوبشن شويه كان المفروض ان عمليه البوت اصلا اختار مين الدي في دي الاول عشان كده طول في الاول ان هو بص على النتورك ادابتور بعد كده الهارد بعد كده الدي في دي سوري دي غلطه مني انا نسيت اصلا ان انا اعدل البوت سيكونس كان تمام كان المفروض فعلا اجي هنا واقول له ايه موف اب عشان يبوت الاول من الدي في دي الميموري حجم الميموري قد ايه مش انا اخترتها دايناميك صح لا انت هناك اصلا يا خالد بيديك اوبشن انك تدخل على البايوس الفي ام وير هنا مش مديني اوبشن ندخل على البايوس تمام هنا بقى الرامه دايناميك تمام مينيمم كام وماكسيمم كام شفت لما قلت لك يا باهي هديك مينيمم وهديك ماكسيمم طبعا الماكسيمم بتاعك حدده زي ما انت عايز ده كده قيمه مرعبه حط الماكسيمم اللي انت عايزه تمام طيب ايه تاني بروسيسور لو حبيت ان انت مثلا تزود عدد البروسيسورز بتاعتك بس طبعا هنا زي ما اتفقنا مش قادره ان انا اعمل فيها حاجه لان المكنه بتاعتي راننج تمام شفنا من سكازي كنترولر ان انا كان ممكن ان انا اضيف ممكن اضيف هارد كمان او ممكن اضيف دي في دي اوكي الهارد درايف ده مسار الهارد بتاعي اوكي لو انا جيت هنا على سبيل المثال اقول له انسبكت كده تمام قال لي ان المساحه المستخدمه منه دلوقتي 7 جيجا الماكسيمم بتاعي هيبقى 127 جيج تمام اسم الهارد بتاعي ديمو دوت في اتش دي اكس تمام عشان كمان شويه باذن الله احنا هنعمل له ايديت هعمل اكستند للهارد ده هعمل ايه اكستند للهارد ده طب ليه مش قادره اضيف فيزيكال هارد لا مش علشان كده انا كان ممكن ان انا اعمل اتاش فعلا للهارد الفكره في ايه يا خالد اولا لازم يكون عندي هارد حقيقي اوف لاين كان لازم اجي على هارد واخلي ايه هارد واحد ومش اوف لاين تمام كده تعال نشوف الاول المكنه اللي ورا دي ايه اللي بيحصل فيها بترست اهي تمام البوت سيكونس يا بيه ايوه ماشي مع طبعا ان تكون عارفه بس انت عمرك ما نزلت ويندوز يا بيه تمام من الدي في دي تبراوز هنا على الايزوهايه اللي انت عايزها النتورك ادابتور تمام انا وصلته بكارت الشبكه التخيلي اللي اسمه سويتش 1 تمام اللي انا عايز اركز عليه هنا برضو ولا اقول لكم تعالوا الاول اخلي المكنه تخلص انستليشن عشان اوريها لكم اصلا بعينيكم احسن هوقف بقى لغايه ما المكنه تكمل بعد ما اكمل انستليشن وخلص انستليشن حطيت له بس باسورد تمام عايزه دلوقتي اقول له ايه اضغط الت وكنترول وديليت اضغط لا الت وكنترول وانسرت ده كان في الفي ام وير هنا بقى شايفين الايكون دي بضغط عليها تمام دي كاني بالظبط ضغطت على سنت الت وكنترول وديليت هنا مكافاه لمين الت وكنترول واند فبدل ما اوجع دماغي بضغط هنا وخلاص تمام انا حطيت الباسورد المعتاده بتاعتنا ايوه اكبر بقى الشاشه كده هنزل بقى من هنا السؤال بتاعك فيو اكبرها بس فول سكرين كده تمام هوريها لك دلوقتي يا بيه هوريها لك دلوقتي هو عايز يجيب المكن بقى المكن الثاني بتاع الكبير لا ما بيصرش على هيئه تبات كل مكنه هتبقى مستقله في شاشه لوحدها انا مسميها ديمو لوكال هوست يعني على جهازي لان انا ممكن اكون كونكتد عليها اصلا من بعيد من جهاز تاني لانه الناس على فكره بتشتغل بالهايبر في لا هو الاغلب في امور منتشره انا كل ما بقف على حته مثلا بلاقي بتاع الفول ده ديمو والدكتور وصل
تقريبا شغالين هايبر. طب المهم المهم خلينا شباب. مش هو يقصد يا عم الريموت ديسك توب انا فاهمه اصلا مش مشكله. المهم خلينا خلاص بقى يا جماعه على فكره كل ده بيسجل كل ده انا ما اتريتش عليك يا بيه. انت من الصبح وانت مبدع النهارده انت عملت تسال اسئله انا وقفت الفيديو كميه وقفات غير طبيعيه. خلاص كفايه يا بيز بليز يا جماعه انا على اخر الكورس بتاعكم ده بجد هيجي لي انهيار عصبي بجد. حرام عليكم حرام عليكم اللي بتعملوا فيا ده. انتوا اللي هتتفضحوا مش انا. حرام عليكم على ما يكونكت بس الداتا وبعد كده هقول له اد رولز. ايوه تحوني يا الله تمام. لا هو اللي مبدع طول الكورس بايه بصراحه. ايه باشا انت لسه شغال الفيديو يعني عارفه اد رولز اد رولز تمام. يا جماعه ايوه ماشي. عايز تشتغل لسه بس يا جماعه ده عايز تشتغل بده اوكي عايز تشتغل ده اوكي بس الفكره تاني ان دي تاسك مطلوبه منكم اصلا في الامتحان الدولي. الواد اسلام مسرتف فيها في الدولي على فكره مسرتف في الهايبر في. لا لا مش اسلام اللي معاكم اسلام عصام. لا والله مسرتف في هايبر في والله. اه مسرتف في ايه ادرولز في امتحان دوري خاص بيه والله. طب ما احنا عايزين نخش عشان اسلام. اه اسلام او اي حاجه تتملي في السي في وخلاص حاجه تتملي. اللي جاي من هايبر في امتحان يا عم اسلام كده ومحدش. اسلام كان جايب له فاوتشر ب 300. ايه؟ اسلام كان جايب له فاوتشر ب 300 لو كده هبقى اساله. لا الفاوتشر ده حاجه ثانيه. معايا كده الاول؟ اد رولز مش ده الويزرد اللي انتم متعودين عليه؟ نكست نكست. اسمع بقى اهو ان انت تعمل جيم ورا احمد المهندس بتقول يا عم اهدى بس هتشوف دلوقتي. نيكست يا شباب كل ده انت بتكونكت على جهازك صح؟ دي المكنه اللي جوه يا باشا دي المكنه اللي جوه. عم يضحكوا عليا؟ لا محدش يضحك عليه شباب. ثواني بس بيكونكت ثواني بس اصبر اصبر. ده فين مش بيج يا جماعه ده الويزرد الوزرد العادي. هسطب هنا ايه بقى يا باهي؟ هايبر في. ما انا شغال بيه اصلا هايبر في. هوريك دلوقتي اد فيتشر اصبر بقى. اه يعني ده اما طلع لي ايرور طلع لي ايرور ليه؟ ده اللي انا كنت اقصده ده اللي كنت اقصده ان ما ينفعش ان انا اسطب فيرتواليزيشن على فيرتواليزيشن. ما هم عاملين لي تراو علاوه واهو شفتوا اهو. ايه ده مش ده مش ده هو والله والله هو ده. لو كان اتسطب يا باهي لو كان اتسطب كان هيحصل ايه بعد ما يتسطب؟ هتقول له تولز تمام هتلاقي هنا ظهر هايبر في. بعد ما تدخل عليه نسخه طبق الاصل من اللي انا بعمله على جهازي اللي بره ده دلوقتي هو اللي هتشغل بالظبط. تمام 2012 مش متسطب عليه اي في ام وير ولا اي حاجه. هو الويندوز نفسه اللي نازل الويندوز ذات نفسه 2012 وقلت لكم كان في اوبشنز جوه السيستم انا مسطباه قبل كده فيرتواليزيشن على فيرتواليزيشن بس كان على الفيرتشوال بوكس تمام. ولقيت اوبشن قبل كده في الفي الهاي في الفي ام وير. ربنا عمال اقول الكلام ده بس انت اللي متربس النهارده قوي معايا يا شباب شباب. وقلت لكم تاني اصلا حتى في اوبشن في الفي ام وير ممكن ان انا اشغله اسطب فيرتواليزيشن على فيرتواليزيشن بس ليه؟ ليه يعني؟ تمام؟ طيب من الفي ام وير سكريبتايه كنت لقيتها مره على النت لو انت رنتها تسطب الفيرتوال ايا كان. لا عايز اعمل دي ما ينفعش في ام وير بس نخلص الاول ده. وينفع في ام وير مع هايبر في؟ يعني اسطب جواه؟ لا جواه جواه يعني مش معاه هو الماشين اللي جوه الفي ام وير بالظبط. اعملها دي يا باشمهندس. حاضر بس نخلص ده الاول بقى. خلاص ده يا شباب الاول الله يكرم. سؤال احنا ما عملناش ليه كده من الاول؟ يعني ليه اضطرينا ان احنا نمسح في ام وير ونسطب هايبر في من بره؟ كنا سطبنا قبل كده ولا خلص ده خلص ده بس سطبنا التولز دي يا باشمهندس. ثواني ثواني بس اخلص بالله عليكم اخلص الجزء ده بالله عليكم اهدوا شويه اهدوا شويه. دلوقتي عايزه انقل داتا جوه المكنه بتاعتي اعمل ايه؟ اسطب
هاخدها مثلا دراج ودروب مش عايزه تيجي كوبي بيست مش عايزه تيجي اعمل ايه؟ كان في في ام وير كنت بنستول حاجه اسمها في ام وير تولز هنا في مقابل للفي ام وير تولز من اكشن او من فايل سيتنجز تمام لو جيت هنا على انتجريشن سيرفيسز دي مجموعه من السيرفيسز اعتبروها كده مقابل للفي ام وير تولز اعتبروها مقابل لايه للفي ام وير تولز على سبيل المثال اوبريتنج سيستم شوت داون تايم سينكرونايزيشن دي على سبيل المثال وظيفتها ايه انها تخلي المكنه اللي جوه تاخد الساعه من جهازي انا الحقيقي لو انا طبعا ظبطت التايم زون تمام ايه تاني ايه تاني داتا اكستشينج دي اللي انا انترستد فيها قوي داتا اكستشينج ان انا اقدر ان انا ابدل الداتا او اخد كوبي وبست من الداتا من جهازي احطها جوه المكنه اللي جوه او العكس تمام تشيك بوينت هنرجع للتشيك بوينت دي كمان شويه باذن الله الفكره تاني يا خالد ان دي كل الاوبشنز دي لازم ان انا اعمل لها انستليشن لازم اعمل لها ايه انستليشن ازاي الفي وير او الهايبر في سوري يشكر حاططها لي جوه اسطوانه حاططها لي جوه ايه اسطوانه بجيبها منين مش هناك كنت بقول له انستول في وير تولز هنا هقول له انسرت انتجريتد سيرفيس سيت اب ديسك تمام لو ضغطت عليها هيحطها لي على اسطوانه جوه لا لا مش بيحمل ولا حاجه هيحطها لي على اسطوانه جوه لو جيت اسطبها هيقول لي لا سوري هي اوريدي انستولد هيصار لي دلوقتي رساله يقول لي هي اوريدي انستولد قال لا طب طالما انستولد امال ليه مش عايز ياخد دراج ودروب وكوبي بيست لان زي ما الفي ام وير تولز كنت بسطبها كنت بعمل بحتاج ان انا اعمل ريستارت للجست نفس الكلام هنا بعد ما انستول اصلا الكلام ده هو اوريدي الراجل المحترم اهو قال لي ايه ان هي اوريدي انستولد تمام محتاجه اعمل برده للجست ايه ريستارت عادي جدا ليجل شوت داون عادي جدا ريستارت تمام هوقف بقى على ما انستول على ما سوري مير ده بعد ما المكنه اتعمل لها ريستارت الت كنترول وديليت تمام معلش سوري انا نسيت بس لما تعيدوا الفيديو هتشوفوا ان الاوبشن ده ساعتها قبل الريستارت كان ديمت الاوبشن ده كان ايه ديمت الاوبشن ده لو جيت وقفت عليه كده قال لي انت عايزه تحولي للانهانسد سيشن انا عندي اتنين سيشن البيزك سيشن والانهانسد ايه الفرق ما بينهم البيزك ما اقدرش اخد كوبي وبيست تمام ما اقدرش ان انا اتعامل مع الفيتشرز الجديده اللي موجوده في الهايبر في لكن الانهانسد اقدر ساعتها ان انا اخد كوبي وبيست واتعامل معاها عادي فبعد ما انا سطبت المحتويات الاسطوانه اللي هي اوريدي انستولد وبعد ما عملت ريستارت للجست مش كفايه لازم اعمل ايه هاجي هنا واقول له انهانسد سيشن بس سوري كان المفروض اوريها لكم الاول ان هي فعلا الاوبشن ده كان ديمت تمام لما بغير الشباب من البيزك للانهانسد دايما بيعمل لي لوج اوت وادخل تاني انا كده على الانهانسد بصوا بقى المره دي لو جيت هنا اخد كوبي من اي داتا كده كوبي وجيت هنا بيست لا عادي يعني اتحط كوبي وبيست اهو تمام لو جيت اخد دراج ودروب لا هو المفروض ياخدها بس كمان السيرفر مانجر لسه بيقوم تمام بعد ما يقوم هتاخد دراج ودروب هيتحط جوه عادي تمام هتتعامل معاه ايه عادي جدا طب سين ان انت تاني عايز تحوله لايه لبيزك هتعمل ايه تكليك هنا وتقول له بيزك اعتقد مفيش سبب منطقي ان انت تشتغل بيزك بيزك زي ما اتفقنا مفيش مميزات خالص مفيش مميزات اشتغل دايما انهانسد بص المره دي تاني لو جيت اخد تعالى ده اللي دي كده كليك يمين ديليت تمام لو جيت تاني كده انا شغاله في البيزك اهو كليك يمين كوبي هنا بيست قفلت تاني لان انا شغاله على ايه على البيزك يعني الانهانسد ده بيشتغل اللي انا عملته تمام اوكي عشان خاطر باهي خدوا خمس دقايق بالظبط الريب وارجعوا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه اوبشنز بقى كده بسيطه تمام؟ طبعا الاوبشن اللي انا واقفه عليه ده ان انا بسند الت كنترول وديليت تمام؟ ده ستارت بقوم المكنه ده ترن اوف واللي جنبيه شوت داون. ايه ده بقى؟ ايه الفرق ما بينهم؟ ترن اوف يا خالد معناه كانك عملت الليجل شوت داون قفلت المكنه
بالظبط الليجال شت داون. انما شت داون كانك جيت بالظبط على قائمه ستارت وعملت لها شت داون ليجال شت داون. تمام. طب اللي جنبيه سيف بوز ايه ده بقى؟ بوز بوز زي بالظبط الفي اوير بتوقفها على حالتها تيجي تقومها تقوم على حالتها اللي هي ايه؟ سسبند. تمام. انما انت فعلا ما عملتلهاش شت داون. تمام. انما سيف انت بتسيف لو في اي كونفيجريشن انت عملتها وبتعمل لها شت داون. تمام. طيب وده ريسيت يعني ريستورت. تمام. ايه بقى احوار تشيك بوينت دي؟ كويس برضو عشان كنت انساه. ايه تشيك بوينت دي؟ لاني بالظبط اخدت باك اب للمكنه كلون للمكنه. على سبيل المثال انا لو جيت دلوقتي على المكنه كده كليك يمين على المكنه دي كده هي راننج اهي كليك يمين عليها وممكن بعد كده اقول له هنا تشيك بوينت. ممكن اقول له هنا ايه تشيك بوينت. تمام. لو ضغطت عليها اخد لي هنا هياخد لي هنا دلوقتي هيكريت لي تشيك بوينت ليها. هو بص هنا بيقول لي ايه كانسل كريتنج تشيك بوينت. هي دلوقتي بتتكريت. ممكن اخد تشيك بوينت للمكنه وهي قايمه او هي راننج. تمام. باك اب ليها ديمو اللي كانت في الويندوز سيرفر 2012 ما اسمهاش تشيك بوينت اسمها سناب شوت. ده كده بتاخد لها كلون سناب شوت. تمام. وممكن تاخد اكتر من سناب شوت. كليك يمين تاني اهو وهقول له تاني تشيك بوينت هيبدا يكريت لي واحده جديده وكل واحده بالتاريخ بتاعها. كل واحده ايه بالتاريخ بتاعها عشان لا قدر الله مثلا المكنه بتاعتك ضربت ولا حصل فيها اي مشكله السيستم بتاعها وقع اتفيرست تعمل ايه؟ تعالى كليك عليها كده كليك يمين وقول له كونكت هتظهر هي دي اللي هتشتغل عليها. لعبت في الكونفيجريشن وبوظتها بعد كده قومها من هنا من الديمو بتاعها او من ستوري من السناب شوت بتاعها. تمام. اللي هو في الفي ام وير اصلا مقابل لكلون. انت كده بتاخد كلون من المكنه. حد وقع مني كده في حاجه؟ بس في حاجه لو انت جيت على المكنه ودلتها اساسا الاول طبعا في حالتي هعمل لها شت داون وبعد كده لو انت دلتها ايه اللي هيحصل؟ السناب شوتس اللي تحت دي هتتدلت لان هي تعتبر شورت كات منها. تعتبر ايه؟ زي الشادو كوبي. اعتبرها ماشي زي الشادو كوبي. ايه؟ لا عادي تقدر ان انت ترجع الديمو السناب شوت بتاعها هترجع على حالتها اللي انت كنت موقفه عليها هنا. واضحه كده؟ وشفنا الاوبشنز دي كده فين المكنه؟ شفنا الاوبشنز اللي فوق. فاضل ايه؟ تعالوا كده الاول بقى اعمل للمكنه دي شوت داون. بعد ما المكنه بقى تقف انا عايزه دلوقتي اخد كوبي. ده ايه ده؟ هي واقفه صح؟ ده تهيسه دي يعني ولا ايه؟ لا كانت لسه راننج كانت لسه بتقف. تمام. دلوقتي انا عايزه اخد الهارد بتاعها اعمل له اتاش على مين؟ على كازي انا الحقيقي. تمام. طب الاول كده عشان افتكر مسار الهارد كليك يمين سيتنجز. لو جيت على الهارد الهارد بتاعها تحت يوزر تحت بابليك تحت دوكيمنت تحت هايبر في. الهارد مكانه اهو. تحت يوزرز تحت بابليك تحت دوكيمنتس تحت هايبر في كونتينيو. ادي الهاردات بتاعتي ديمو وديمو 2. اتفقت معاكم ان حتى لا قدر الله المكنه لو ضربتها لو دلتها لا ده الهارد بتاعي لسه موجود ممكن ان انا ابراوز عليه. تمام. انا عايزه اجي دلوقتي على كازي انا الحقيقي واتش الهارد ده ازاي؟ كليك يمين على زيس كمبيوتر مانج ديسك مانجمنت. انا كده على جهازي انا الحقيقي. هعمل ايه دلوقتي يا خالد؟ كليك يمين واقول له ايه؟ اتاتش لفي اتش دي. تمام. الفايل بتاعي تحت مين؟ قلنا تاني تحت السي تحت يوزرز تحت بابليك تحت دوكيمنتس تحت هايبر في الهارد اللي هو في اتش دي ده. تمام. وممكن كمان تعمل له اتاش ريد اونلي كنوع من السكيورتي. تمام. هو بيكونكت عليه اهو. مش هو ده الهارد بتاعي؟
كان مساحته 127 جيج. حد وقع مني كده في حاجه؟ طبعا المساحه دي متاخده لمين؟ للسيستم. تمام، تقدر تكليك هنا اوبن لي بارتيشن جي بارت درايف ليتر عادي اهو، وممكن مثلا ادخل على الديسك توب، تعالى ادخل على الديسك توب على سبيل المثال. مش بيطلب اي كريدنشال من ليه؟ مش بيطلب ايه؟ اي هو الكريدنشالز يعني يوزر نيم وباسورد. ليه؟ اصل انت دلوقتي مش بتاول مكنه، اصل سوري انت مش بتلوجن على السيستم، انت كل اللي فيها واخد الهارد على جهاز تاني. وحتى لو انا عامله، انا دلوقتي كل اللي فيها فصلت الهارد وموصلها على سيستم تاني وبناء عليه البرميشنز، بناء على السيستم اللي انا واقفه عليه. تمام. انت عندك في النسكافيهات يا محمد ولا ايه؟ ايه ده؟ مفيش. لو انا جيت دلوقتي ماشي. لو جيت دلوقتي تحديدا ماشي ماشي، لو جيت على الادمنستريتور ديسكتوب انا حطيت هنا فولدر اهو. تمام، لو جيت هنا بقى على المكنه دي على الهارد الاول اعمل له ايه؟ ديتاتش اوف لاين، عايز افصله عشان اقدر بقى ان انا اوصله على المكنه الثانيه. تمام، كليك يمين ديتاتش اوكي. ايه يا باشا؟ اقوم بقى المكنه. تمام، لو جيت هنا على المكنه دي هي اوريدي كونكتد عليها، بس كل اللي فيها ان انا كنت موقفاها، هقول له هنا ستارت كونكت. ايه يا باشا؟ ما انا عملت له، لا ما انا عملت له ديتاتش، عملت له ديتاتش وشلته صح؟ عملت له ايه؟ ديتاتش ده شلته من المكنه اللي انا من جهازي انا الحقيقي. تمام، هحطه بقى على الجهاز الثاني، على جهازه الاصلي. هو سافرت هنا ستارت. انا عملت له هنا دي تيتش ليك يمين. مش ده الهارد اللي على السيستم اصلا؟ اه. طيب مش نعمل له اتاتش الاول عشان الجهاز يبقى منه؟ طيب ما هو اوريدي هنا سيتنجز. تمام، لو دخلت هنا تحت الهارد هو موجود اهو، انا ما لعبتش فيه على المسار بتاعه اساسا، ما لعبتش فيه. انسبكت، ثواني بس انسبكته كده. كونكت ماشي يا عم. الهارد اللي اسمه ديمو اوبن نيكست فينيش انسبكت اوكي. مش معرفين المسار بتاعي. لا متعرف، بس عشان انا كتبت عليه داتا، هي الفكرة بس ان انا كتبت عليه داتا بعديها. تمام كده سكسيدد اهو، كتبت داتا على الهارد لما انا عملت له اتاش عندي انا. انا اخدت الاونر شيب، شفته لما انا جيت ادخل تحت الادمنستريتور واداني ايرور قال لي لا ده مش بتاعك، انا رخامه كده قلت له اوكي انا عايز اخد الاونر شيب، ودخلت وغصب عنه كتبت داتا. تمام، فحصل مس ماتش للاي دي، مختار في المسار الفايل مش كان مختار الهارد، انت الداتا واخدها أي؟ يعني هو كان مختار الفايل اللي كان في النص ده؟ لا كان مختار ديمو عادي. لا بس كل اللي فيها ان هو بقى الاي دي بتاع الهارد بالنسبه له متغير، لان انا اخدت الاونر شيب بتاعه. تمام، فكل اللي فيها بس ان انا قلت له لا خلاص اجنور، حتى لو الاي دي متغير مالكش دعوه برده كونكت عليه. تمام، المكنه دلوقتي لما تقوم هتلاقوا ان على الديسك توب في ايه؟ في فولدر انا كريته صح؟ ماشي عم كونكت، بيدخلني بس على الانهانسد مود، يعني الرسالة اللي طلعت لي دي عشان يدخلني على الانهانسد مود مش على البيزك.
تمام كده على الديسكتوب هنا. ليه ما صورش؟ معرفش بقى ما ظهرش الايميل ده، معرفش بقى مختفي ليه. ايه مش انا دلوقتي دخلت اصلا كونكتد على الهارد ده وحطيت عليه داتا، حطيت عليه داتا في جهاز تاني. جهاز انا اي ايه حطيناه خالص معايا تمام، بس معرفش ليه بقى اختفى. ما علينا، هو اصلا المفروض، هو المفروض الحركه دي ما تعملهاش اصلا على البارتيشن بتاع السيستم، المفروض تعملها على اي هارد تاني، لان انا استخبيته ودخلت رخامه كده على الاكونت بتاع الادمنستريتور وده غلط. تمام، عايزه بس اوريكم كمان اوبشن كده على السريع برضو محتاجه فيه ان انا اعمل له شت داون للماشين. سي دلوقتي ان انا عايزه بقى اجيب الهارد بتاعي، انا عندي هارد يعني على الجهاز بتاعي اكسترنال مثلا على سبيل المثال ولا حاجه، وعايزه ادخله جوه اصلا المكنه دي، عايزه ايه ادخله جوه المكنه، اعمل ايه؟ هاجي على الهارد كليك يمين زي ما اتفقنا واقول له لا سوري على الهارد نفسه، اسف، هاجي على الهارد نفسه واقول له اوف لاين، لازم اخلي الهارد بتاعي اصلا اوف لاين. تمام، وبعد كده هاجي على المكنه. انا اقصد لو عندي هارد تاني يعني يا محمد، تمام، تاني عندي هارد على جهازي انا الحقيقي عايزه اوصله جوه المكنه، ادخله جوه المكنه واشوفه جوه المكنه عكس اللي انا عملته. تمام، ايوه، لا مش كده خالص، لا هعمل ايه، لا 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 مش هعمل كده، كليك يمين سيتنجز وهدخل هنا على اد هاردوير. تمام، اخدتوا بالكم ان الاوبشن ده الاول كان ديمد، وقلت لكم ديمد ليه؟ عشان المكنه كانت قايمه. تمام، هاجي هنا اقول له ان انا عايزه اضيف اد، عايزه اضيف ايه؟ هارد جديد اد، انا عايزه اضيف فيرتشوال هارد ولا فيزيكال؟ فيزيكال. طب ليه ده دلوقتي ديمد؟ هو ده الاوبشن بقى اللي عشان ما عنديش هارد اوف لاين اصلا على الجهاز الحقيقي. لو كان عندي هارد دلوقتي اكسترنال على جهازي مثلا اوف لاين، ساعتها كنت هقدر ان انا براوز عليه وادخل عليه. تمام، ينفع اعمل على اللاب بتاعي مثلا على جهاز الحقيقي بتاعي انزل نسخه عليها في موير وانزل نسخه ثانيه عليها الله يبقى فيه؟ ما احنا اتفقنا انه مش هينفع تسطب الاثنين مع بعض، نسختين مختلفين. يعني ايه نسختين مختلفين؟ ده على كذا وده على كذا يعني ولا ايه؟ لا على نفس الجهاز. لا ما هو يا اما تسطب الهايبر في يا اما تسطب الفي ام وير. على نفس الجهاز. على نفس الجهاز، ما انتوا اخدتوا بالكم قلت لكم قبل ما انتوا تدخلوا انا عملت ان انستول اصلا للفي ام وير. ليه؟ ده اللي هو عنده اثنين اوبريتنج سيستم. على نفس الجهاز. لا لان ده اوبريتنج سيستم مستقل عندهم. عادي. ما اتقاش من الهارد من على الفي ام وير للهايبر في. لا. من هايبر في للاي ام وير ما ينفعش لسبب، ده ليه امتداد وده ليه امتداد تاني خالص. حته الاتاش بس يتعمل منين؟ من على جهازي الحقيقي، تمام، لانه بيتعمل بالفي اتش دي والفي اتش دي اكس، تمام، للهايبر في او العكس، غير كده لا. انت لو جيت اصلا هقول لك حاجه يا محمد، انت لو جيت دلوقتي على الديسك مانجمنت كليك يمين وتقول له مثلا اتاش في اتش دي وتبراوز على الهارد اللي بتاع اصلا اللي متكري تبع الفي ام وير مش هيقرا. مش نفس الامتداد. لا بتاع بتاع الفي ام وير مش نفس الامتداد. تمام، لو جيت هنا تاني كده اخر شويه اوبشنز بقى كده وحاجات بسيطه يعني. كان الاول في اوبشن هنا عايزه اوريه لكم الاول من 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 هايبر في سيتنجز تقريبا. هي دي. فاكرين لما كنت قلت لكم ان باي ديفولت وانا بكريت المكنه بيشاور على المسار ده، وقلت لكم هوريكم ازاي ان انتم ممكن تغيروه؟ صح، من هنا ممكن تبراوز عليه بحيث ان كل تبراوز عليه مثلا بحيث ان كل مكنه جديده تعملها
تبص على المسار اللي انت هتغيره هنا على طول بدل ما كل شويه ان انت تبروز على المكان الجديد بايدك. من هنا هايبر في سيتنجز، بس ما تكونش مكليك على اي مكنه عشان ما تدخلش على السيتنج بتاعتها، لا كليك بعيد كده وتقول له هايبر في سيتنجز. ده المسار ايه الديفولت بتاعك. كنت مكان على السي ومكان على الدي عادي. اه عادي، ما انت وانت بتكريت المكنه اداك اوبشن انك تشيل علامه الصح وتختار. هي كانت على السي وعايز اجيبها على الدي، اخش على الكوش. ايوه تمام. ايه كمان شويه اوبشنز كده بسيطه سيتنجز. بص هنا بيقول لي مثلا على سبيل المثال اوتوماتيك ستارت اكشن، لما جهازك انت الحقيقي يجي يقوم تعمل ايه بالنسبه للمكنه؟ نوثينج. او اوتوماتيكالي ستارت اف ات ووز رانينج وين ذا سيرفيس ستوبت، يعني افرض لا قدر الله مثلا كان المكنه دي اتطفت لاي سبب من الاسباب، تمام، وقت ما تيجي تقوم جهازك المكنه هي كمان تقوم. ولا اولويز ستارت باستمرار تقوم بس بعد ديلي معين، زي مثلا بعد 20 ثانيه ولا حاجه على ما تكون اتاكدت ان الجهاز قام تمام وكل السيرفيسز قامت. او حاجه تانية، افرض ان انت جيت على كذا مكنه خليتهم يقوموا، تمام، مش ريكومندد ان انت تخليهم كلهم يقوموا في نفس الوقت لانك كده هتتقل الجهاز بتاعك قوي. ادي كل واحده ما بين كل واحده والتانيه 5 ثواني او 10 ثواني. ده ملوش حاجه، انا بضغط عليها افتحها منك. انا اقصد دلوقتي جهازك اصلا الحقيقي يا محمد اللاب بتاعك لما يجي يقوم المكنه دي تشتغل لوحدها. لا انا مش عايز طبعا كده. لا انا بقول لك دي اوبشن ممكن تغير فيها براحتك، تمام. طب اللي تحت ده اوتوماتيك ستوب، لما الجهاز بتاعك الحقيقي يحصل له شت داون تعمل ايه؟ سيف ذا فيرتشوال ماشين ستيت. ده في حاله ان انا كنت فاتح، يعني في حاله ان هو الجهاز اللي فتح وراح المكنه وبعد كده المكن قايم اهو، وانت جيت بعد كده على جهازك عملت له شت داون والمكن مفتوح، تعمل ايه؟ هيسيف على الحاله بتاعتها ويعمل شوت داون للماشين، تمام، او ترن اوف. ترن اوف اتفقنا يعني ايه؟ يقفل المكنه. او شوت داون ذا جست اوبريتنج سيستم، احنا اتفقنا ايه الفرق ما بين ترن اوف وشوت داون؟ ترن اوف الليجال شوت داون، انما شوت داون ليجال شوت داون. اه موجوده، انا فاكره ان انا عملتها مره لما كنت في العيال بتوع مشروع التخرج، لا ما كنتش شغاله في الجامعه، كان مشروع عملت لهم لينكس مكنه لينكس بحيث ان جهازك الحقيقي اول لما يقوم الدنيا كلها تشتغل لوحدها، بس مش فاكره كنت عملتها لهم منين، هبقى ادور لك عليها تاني. موجوده اهو، انا فاكره ان انا عملتها من كام سنه. هو ده مسطر ايه بره على الديسك؟ على الديسك توب خالص. يعني ايه على الديسك توب؟ يعني افتحه ازاي بعد كده؟ اللي هو مين؟ الهايبر. انا فتحته من هنا هايبر بي، كتبت هايبر بي معلش، تمام. اتفقنا تاني هايبر محمد، قلنا تاني في هايبر في فيرتشوال ماشين كونكشن، ده كل اللي فيها تول بتساعدك ان انت تكونكت على الهايبر في اللي متسطب على جهاز تاني، او هايبر في مانجر ده اللي هو قدامي، ده المانجر اللي قدامي، تمام. ملحوظه بس صغيره، حته الاوتوماتيك ستوب اكشن ده لما يكون الجهاز بتاعك عملت له ليجال شت داون، جهازك الحقيقي انت جيت على قائمه ستارت عملت له ليجال شت داون، لكن افرض لا قدر الله مثلا المكنه بتاعتك الكهرباء قطعت، انت ما لحقتش اصلا او الاوبشنز اللي قدامك دي ما لحقتش التيك افكت اساسا. واضحه كده؟ خلاص؟ هو لو انا الفي والكهرباء قطعت وانا شغال المكنه كانك بالظبط عملت الليجال شت داون. اي نفس الحوار، كانك بالظبط عملت الليجال شت داون، الكهرباء فصلت على جهازك وعلى الفي ام وير. طب وكده الشغل ده شغال كده رجع ولا هيبقى على حسب شغل ايه؟ لو انت مسيفه. انا لسه اول مكنه سطبها ولسه شغال فيها مثلا. انت شديت الفيشه. انت بالنسبه كده اللي هيحصل بقى في الشغل. على حسب انت كنت بتعمل ايه عليها. يعني لو انت بتسطب سيرفيس، لو انت بتسطب سيرفيس مثلا خلصت السيرفيس اوكي خلصت. لا انا مش لسه بسطب المكنه. انت تقصد مكنه انستليشن؟ كانك بالظبط بتنزل ويندوز والكهرباء قطعت. تمام. ده الانيل بقى ايام ما كانت الكهرباء بتقطع كتير، لسه اصلا ويندوز جديد ومظبطاه وكل حاجه ولسه بسطب الفي وير اثناء الانستليشن الكهرباء قامت قطعه. مش عايزه اقول لك طلع عيني ازاي فيها لغايه اصلا ما ادخل على دخلت على الريج اديت اللي هي الريجستري ودلدت كل حاجه عشان يرضى اصلا ان هو يتسطب تاني من اول وجديد الفي ام وير، كتسطيب في ام وير بس. تمام، في اي مشكله في الكلام ده يا شباب؟ لا